معكم نسوة هي و everybody up سنة 5. النهاردة هنحل كل الديالوج اللي عندنا تمام في كتاب ماي تيتشر. انتي انا منهم ايه ده؟ ازاي بحل الديالوج دي؟ اول حاجة بقراها كاملة وبعمل كل اتنين اخليهم مع بعض، يعني اتنين مع بعض كده عشان يبقى سؤال واجابة، اجابة وسؤال وهكذا. Have you got anything from China? يعني yes I have. This umbrella is from China. Space I went there 2 years ago. Space I saw the Great Wall. It was fantastic. Space yes I enjoy myself very. Have you رد عليها بمين؟ Yes I have. بصوا هنا الإجابة. I went there 2 years ago. يعني إيه went there؟ يعني هي وينت ذهبت هناك منذ سنتين. تبقى عايز اسال اقول متى ولا اين ولا ايه السؤال اللي اساله؟ متى اين ذهبت؟ اي هاي دي متى ذهبت؟ متى ذهبت؟ يبقى اول حاجه عرفت ان انا هسال بوين، هسال بمين؟ وين بوين. طيب همسح الحاجه اللي بسال عليها، هسال مين؟ همسح عن 2 years ago مش هكتبها، وهعمل اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل اصل. طيب مين الفاعل المساعد؟ تعال نشوف. اي فاعل، وانت فاعل الماضي وزير. طيب وانت دي ايه هي؟ جو. الماضي بتاع كلمه جو. طب مين الفاعل المساعد اللي هحطه في الماضي؟ ديد. يبقى هوين ديد الفاعل يو وبعد كده نحط مين؟ جو. وين ديد يو جو زير؟ اين ذهبت؟ هناك. طيب اي سو ذا جريت وول، انا رايت متى ذهبت؟ I saw the great wall. أنا رأيت الحائط الكبير أو السور الصيني العظيم. يبقى عايز أسأل إيه؟ ماذا رأيت؟ ممكن نقول تفكري براحتك عايز تقولي إيه؟ أنا رأيت السور العظيم، يبقى نقول إيه؟ ماذا رأيت؟ مين عشته بمين؟ The great wall. وأعمل أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أصلي. مين أداة الاستفهام اللي اخترناها؟ وات. مين الفعل المساعد اللي اخترناه؟ ديد. ليه ديد؟ عشان سو الماضي بتاع سي، يبقى وات ديد الفاعل يو سو هتبقى سي. وات ديد يو سي؟ زير. ممكن نكتب زير ممكن نسيبها. طيب يس اي انجويد ماي سيلف فيري ماتش، ايوه انا استمتعت بنفسي جدا. طالما سؤال بيس يبقى ابدا بفعل مساعد. سؤال بيس ابدا بمين؟ فعل مساعد. طيب مين الفعل المساعد اللي احطه هنا؟ دي ليه ديد؟ عشان انجويد هنا فيها ايه؟ دي. يبقى ديد الفاعل ديد يو انجوي انجوي يور سيلف يور سيلف. صعبه كده؟ صعبه؟ نعمل كل اتنين مع بعض. يلا بيقول لك ايه؟ قولي. Where are you going؟ يعني ايه؟ يعني ايه where؟ اين؟ اين سوف تذهب؟ هنا I am going to the market. ماركت ده مكان، عشان كده سألنا بمين؟ where. طيب اللي بعديها I will go on foot. يعني ايه؟ أنا سوف دي ويل سوف أذهب بالأقدام، يبقى أنا هسأل عن كيف كيف تذهب. سوف تذهب مين هي كيف؟ هاو. مين هي كيف؟ هاو. يبقى أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أصلي. إيه أول حاجة أكتبها؟ هاو. مين الفاعل المساعد اللي أحطه؟ ويل صح؟ مش هنا في ويل؟ يبقى مين الفاعل المساعد اللي أحطه؟ ويل الفاعل يو. يبقى how will you go كيف سوف تذهب. طيب هنا people like the market because it contains everything. طيب افتكروا ايه السؤال اللي هحطه هنا؟ why. ليه why؟ عشان عندي مين؟ يعني ايه because؟ سنة خمسة. لأن يبقى انا بسأل ليه الناس بتحب مين؟ الماركت. هشطب كل ده مش هنزله معايا، وهسأل أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أصلي. مين أداة الاستفهام؟ واي. يعني إيه واي؟ لماذا. مين الفاعل المساعد؟ مين الفاعل المساعد؟ هاي دي people like. مين الفاعل المساعد؟ do أو does. يبقى عندي like ما فيهاش إس، يبقى نحط مين؟ do. يبقى why do people ليه الناس like market. The market. علامة استفهام. يلا الامتحان اللي بعدي. يلا اقروا. What
Where is your homework? Space. Why didn't you bring it? ليه ما حضرتهوش؟ Space. Why didn't you finish it? Because did you visit the doctor? يلا سؤال أولا هنقول إيه؟ فين الواجب بتاعك؟ In my room. طب هنقول ما هو بيقولك ليه ما هجبتهوش؟ بقول إيه؟ I didn't bring it. فين الواجب بتاعك؟ I didn't. أنا لم أحضره. I didn't bring it. طيب بعديها Why did you bring it? Why didn't I you finished it? بقول إيه؟ Because I didn't finish it. أنا ما خلصتوش. Finish it. طيب بعديها because I كذا. Did you visit the doctor? يبقى هو كان ايه؟ كان هو بيقول لك هل زرت الدكتور؟ يبقى هو كان ايه؟ عند الدكتور؟ لا مش كان عند الدكتور. كان تعبان. يبقى هقول because I am. فكروا كده. ده كل ده في زمن مين؟ مش ده ماضي؟ ماضي. مش ده ماضي؟ طب ايه ماضي بمعنى كان؟ اقول لهم ان انت بتقولي على كان هاف ايوه شوش يعني ايه كان ام واز وقال اختهم مين اخواتهم مين ووز وير كان يعني ايه ووز يبقى اي ووز انا كنت مريض يعني ايه كلمه مريض عندي كذا حاجه تايرد متعب كلمه سيك مريض انا عايزه كلمه سيك صعبه كده لا السلام عليكم والله العظيم حرام عليكم everybody يلا اقرا I haven't seen your brother for a long time. Where is he? أين هو؟ He has been to London. هو ذهب إلى إيه؟ لندن. طيب because يبقى عايزين نسأل لماذا هو فين؟ لندن. يبقى أقول إيه؟ Why إيه؟ Did. بص فوق هو في لندن يبقى واي ايه واي قول ما تخافيش واي هاز هي بين واي هاز هي بين تو لندن بيكوز هي وونتس تو ستادي مور ديد يو مس هيم يس اي دو Yes, I miss him a lot. أنا هو وحشني جدا. I hope he will be come back soon. أو يرجع قريب. طيب أنا بتمنى إنه يرجع قريب. هنقول مثلا me too. يعني إيه me too؟ وأنا أيضا. فكروا كده. هو عايز مخكم يشتغل. مش عاوز دماغ مش شغالة عاوز مخ يشتغل ده لوكس مش مخ يشتغل يلا عندي كل اتنين مع بعض اقروا I am studying English. يبقى قول ايه ماذا تفعل الان نقول ايه بقى أداة استفهام هنشطب studying English واقول what مين الفعل المساعد بص كويس مين هنا في مين هنا طيب تطلع لي ايه فوق R والآي تتحول U يبقى What are you doing ماذا تفعل الآن now قال له I am studying English will you have an English test yes we will yes I like English يبقى قول ايه do you like English تمام do هنا yes أو no يبقى ابدأ بفعل مساعد مين فعل مساعد like do you like English. طيب مستر احمد teaches us English مستر احمد بيدرس لي الانجليش مين السؤال اساله كده من يدرس لك الانجليش هو طيب هنحط هو مكان مين فاعل ولا مفعول احمد ده فاعل يبقى اشطب احمد واحط مين هو وانزل الجمله زي ما هي بالظبط ما بغيرش حاجه
عشان خاطر الهو بتحل محل فاعل العاقل. الفاعل العاقل يبقى ننزل هو وننزل الجمله ايه بدون تغيير. بدون تغيير. نكمل بعديها. يقول لك Have you ever been to America? What did you say there? Did you like the statues of library? Yes, I like it. It's very much. I stayed there for 2 months. حلوين قوي دول. Have you سؤال عليها رد مين؟ Yes, yes, يبقى نقول ايه هنا؟ Yes, I have. طيب what did you say there? What did you see there? I like the statue of liberty. بقول ايه؟ نشطب. What? نشطب. Did. وننزل. I. طيب السي تبقى؟ Seen. مين؟ Seen. Seen ولا so? So. يبقى I. So. So. يلا يلا. I saw a. I saw the statue. The statue. Of liberty. طيب هنا I stayed there for 2 months. قعدت هناك شهرين. كم المدة؟ يبقى نشطب لمدة شهرين. مين السؤال كم مدة؟ How ايه؟ How much؟ No. How many؟ No. How long؟ كم المدة اسمها ايه؟ How long. مين الفاعل المساعد اللي احطه هنا؟ ما بعد اس. فاهم؟ فاعل مساعد. مين الفاعل المساعد؟ Did. يبقى How long did you stay؟ المدة اللي انت هتبقى فيها. Stay there. How long did you stay there? يلا خبر اثنين عشان نخلص ساعتين عشرة. اقرا يلا. Why were you absent yesterday? أهالي. يبقى اقول ايه بقى؟ هنشطب where؟ هقول because عشان هو هنشطب why عشان دايما why يرد عليها بمين؟ Because. اليو تتحول لـ I. طيب I بتاخد was ولا where؟ Was. يبقى I was sick. أنا كنت مريض. طب yes I saw a doctor. بتقول له هل رأيت الدكتور؟ هقول له إيه بقى؟ مين الفعل المساعد اللي هبدأ بيه هنا؟ عندي تحت. عندي تحت I saw. يبقى ده إيه؟ ماضي. يبقى إيه؟ did. الـ I تبقى؟ You. يبقى did you so تبقى see a doctor. يبقى did you see a doctor. He told me to stay in bed for one day. يبقى بيقول لي هو هيسألك ماذا قال لك او قال لك ايه. هقول ايه بقى؟ هنشطب مين؟ هنشطب to stay in the bed. واقول ايه؟ what. مين الفعل المساعد اللي احطه؟ did عشان told ماضي. يبقى ايه؟ what اي هاي دي what did الفاعل he what did he الماضي ايه told المصدر بتاعها tell. يبقى what did he tell you ماذا اخبرك قال لك تعمل ايه قال له he told me to stay in bed. اخر واحدة اقروا. Why are you so late? Sorry, sir. The bus broke down. يعني الباص broke down يعني تعطل. الأتوبيس بتاعي تعطل. And all the other buses were too crowded. كل الأتوبيسات كانت مزدحمة. I had to come on foot. ده سؤال ولا إجابة؟ سؤال. يبقى أقوله كيف أتيت؟ يبقى نشطب مين؟ On foot. On foot. مين الفعل المساعد؟ How did you come؟ يعني كيف أتيت؟ How did you come؟ No sir, it's the third time. دي المرة الثالثة. يبقى هنقول دي أول مرة. يبقى is it the first time. Third time, then space. هنقول له ما تكررهاش تاني. يبقى ايه؟ don't repeat it.
صعبين كده. المره الجايه هناخد العشرة التانيين.